كانت لابس الخوذه على راسها، واضح يعني اللي قتلها يعني كان قاصد انه يصيبها في مكان هي ظاهر من جسمها مش مرتدي فيه الخوذه. يعني انا بعتبر اللي حدث هو جريمه اغتيال لنا، وفعليا انا يعني برجع باكد انه لو كنا احد في يعني احد يعني انا او زميل مجاهد حاول انه يقرب كان ممكن يتم استهدافه برضه بشكل مباشر. كنا شايفين القناص اللي بيطلق عليكم؟ يعني احنا كنا شايفين انه صار الشباب ياشرون لانه القناص هناك، اللي كان انه احنا كنا بالجهه اللي قبال البنايه اللي فيها القناصه. هذا الشيء يعني احنا الجدار اللي استندنا عليه كان مقابل البنايه اللي فيها القناصه، يعني العم هون كان موجود اصلا معانا، وهو اللي صار يحكي لنا انه القناص هذا كمي، القناص هذا كمي يعني، وهو كان شايفهم. فاللي صار انه احنا كنا واقفين، يعني حتى اللي احتمينا احنا ظهورنا اصلا مش احنا وجوهنا للقناصه، مش ظهرنا اللي كان القناصه يعني، والجنود كانوا مقابل لنا وشايفيننا، واحنا وقفنا في منطقه لحتى انه الجنود يشوفوا انه احنا لابسين زي صحافه. حتى انا بحكي لزميلي، بحكي له زميلي خلينا نبعد، بحكي لي لا نوقف هون يشوفوا انه احنا صحفيين، بعديها احنا بنتقدم. وهذا اللي صار تماما، احنا وقفنا في زاويه مقابله للجبات اللي موجوده مقابل لنا بنهايه الشارع، وقفنا بشكل جماعي وجمعنا كلياتنا هناك، وبعديها تقدمنا. وفعليا اطلاق النار وصل، يعني بدا اطلاق النار بعد ما وصلنا لمنطقه احنا صعب ننسحب منها، لانه كان هي الشارع هيك الجدار هون والقناص بهذيك المنطقه. فلو يعني فعليا لو كان مش بهدف قتلنا، كان على الاقل اطلق النار قبل وصولنا للمنطقه المحاصره او المنطقه الضيقه اللي احنا كان صعب ننسحب منها. فانا بشوف اللي صار هو بس اغتيال واضح لنا كصحفيين.